لكن خبرنا مين مطربك المفضل قبل ما ننتقل للاستوديو. قبل ما نغني ابعث لي جواب. بدنا نغني هون ولا بالاستوديو؟ جوا. يلا. محل ما بيحب. مين مطربك المفضل؟ صباح فخري. خلاص. صباح فخري. صباح فخري وجوزيف عطية. حلو المكس بين الاثنين. ليش صباح فخري؟ أغنيته حلوة هيك. أوكي ليش جوزيف عطية؟ كمان أغنيته حلوة. أيوة وإنه بيهمك الستايل وهي الأساس ولا لا أنت بس موسيقي؟ لا. بحبك شخصيته. الشخصية وكل شيء يعني. وصوته حلو وعم يعمل أغاني حلوة. بتحب ما ينتج جوزيف عطية؟ يعني نحن بالأخير نحترم كل التجارب. الشيء اللي فضله أنا قلت لك يا لأنه يمكن أنا أولد فاشن شوي. بس مع ذلك أكيد ما ممكن نلغي الشباب وتجارب الشباب أكيد. الحلوة لأنه في كتير شباب عم تعمل تجارب مليون بالمئة تشهد لها مليون بالمئة. إلى الاستوديو؟ فوراً. تفضل يا أساتذة. تفضل يا أستاذ. مرحبا انا سليم، انبسطت كثير مع ماسترو طاهر ماملي، انبسطت اني فتح الاستوديو وبحب هيك اني ضلني كمان فوت انه تعلم الفن وكثير انبسطت انا. شكرا. هلا نحن الضمه تبعنا كانت بدايه لحتى نقول محتاجين طول وقت لهي الضمات لحتى نضلنا عم ندفي بعضنا بوقفتنا مع بعض بمحبتنا لبعض. كل شيء حدا جاي على باله ومتمني شيء من اطفالنا إذا قدرنا نساعده يحقق هاي الضمة ونحقق له جزء من هذا الحلم بتمنى أنه نحن وهي مسؤولية علينا وعلى كل الفنانين طبعا إذا بيقدروا أنه يكونوا للجيل الصغير الجيل اللي ناطرنا أنه يكونوا قدوة ويقدموا لهم معلش من وقتهم ومن جهدهم ضمة وضمات.